يا أيتها النفس المطمئنة. نعت ديوان الملك الهاشمي خالد بن مساعد بن سيف بن عبد العزيز السيف والد الأميرة رجوى الحسين زوجة ولي عهد الأردن الأمير الحسين بن عبد الله الثاني. وأعلن الديوان الحداد على الفقيد ببلاط الملك الهاشمي لمدة 3 أيام بأمر من الملك عبد الله الثاني ملك الأردن اعتباراً من اليوم الأحد. ولي العهد الأمير الحسين نشر صورة له لعمه وكتب تحتها: بمزيد من الحزن والأسى ننعى فقيدنا والد زوجتي عم الحبيب أبا فيصل، عرفناه دمثا كريما صاحب خلق ودين، لا يسعنا سوى أن نرضى بقضاء الله وقدره، رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه وألهمنا الصبر والسلوان. وبعد خبر الوفاة نشرت أغلب المواقع الإلكترونية صور لرجوى السيف مع والدها لما كانت صغيرة.